دابا يعني عندي واحد التشكيله ديال الصباط وباقي شي وحدين اخرين ان شاء الله، حتى راه غير ضغطني الوقت باش من تيقلب ليا على شي وحدين اخرين ما لقاوش. غادي نبدا بالصباط ديال السلسله تيكون فرده، هذا راه كلكم كتعرفوه فيه جهه وحده. كاين صباط يمني وكاين صباط يسري، ممكن تخدمي بواحد ولكن من الافضل يكونوا عندك جوج. هذا تيخدم لنا السلسله ديال السيرفيت، السلسله ديال الصايا، السلسله ديال الكسوه، نقدروا نخدموها به. الصوت والصوره تقطعوا عندي، واش حتى نتوما البنات واش تقطع الصوت؟ عافاكم البنات، يعني شوفوا لا كونيكسيون الله يستر عليكم. بون نكمل على الصباط ديال السلسله، يعني الصباط هذا تيخدم السلسله، حنا كنجتهدوا وكنخدموا به حتى السلسله لانفيزيبل، ولكن السلسله لانفيزيبل عندها صباط سبيسيال، وهذا حتى هو غادي نجيبو وغادي ندير لكم عليه واحد الحصه. دونك هذا صباط تنخدموا به السلسله. كاين الصباط ديال لي فرونس تيكون بهذا الشكل، وهذا ان شاء الله راه غادي ندير لكم عليهم دروس تطبيقيه باش تفهموهم. هذا صباط ديال لي فرونس، يعني شوفوا الفرق ديالو كيفاش تيبان. غادي نقربوا للكاميرا لانه كندير، نعم هادو الماكينه الكبيره اللي عندها الماكينه الصغيره راه كيجيو مع لي بيس ديالها، وإلا كانت ماكينة قديمة ممكن تلقاي الصباط، يعني ماشي ممكن، كاينين كيتباعوا، وغالبا غالبا يعني الناس اللي كيبيعوا المواكن الصغار، يعني راه تقدر هو كاين صباط السلسلة، كاين صباط ديال الترسان، كاين صباط ديال لي فرونس، كاين في الماكينة الصغيرة. أنا غنعطيكم دابا واحد لاستيس، تقدري هذا ديال البيكوز إلا كانت لا هوتوغ، هاد لا هوتوغ هادي هادي لي بين صباعي، الا كان الصباط ديال الماكينه الصغيره قدو قد هذا في الطول راه تخدمي ديال البيكوز يخدم لك في الماكينه الصغيره، ولكن الا كانت هاد لا هوتوغ هادي بين صباعي كبير او صغير يعني خصك تشوفي ديال نوريكم ديال لي فرونس. هو هذا كاين واحد لا بلاك، كاين واحد الفيس، هاد الفيس هذا كنزيروه كنرخيوه باش نخدمو به النوعيه ديال لي فرونس اللي كنبغيو. هذا نوع ديال الصباط ديال لي فرونس. كاين واحد الشكل ثاني، هادو الصباط ديال الترسان، غادي نعطيكم الفرق بينه وبين الصباط العادي. الصباط العادي هو هذا، الصباط ديال الترسان هو هذا، كنظن بان لكم الفرق. نقربو بزاف، الفرق هو في هاد الخويه هادي، يعني ملي كنحط واحد على واحد تيكون الفرق بيناتهم. هاد الساقيه هادي اللي دخلت فيها دابا ضفري، وهذا يعني هادي كتبان الفرق بيناتهم، بين جوج رجلين ديال الصباط كبيره، هذا ديال الخياطه العاديه تخدمي به الكابل، هذا تخدمي به الكابل وتخدمي به الخياطه العاديه، هذا تيكون رقيق ضيق، عاود نعطيكم باش تشوفوا الفرق. هذا كتخدموا به التراسي، فيهم ارقام، كاين 18 وكاين 20 وكاين 22 عفوا عندي هنايا جوج ديال الارقام، هذا 18 1.8 هي تيقولوا ليه 18، وهذا 22. 18 تيكون شويه عريض على ديال 22 وديال 20، يعني 1.8 يعني راه عريض، 2.0 اللي هو 20 شويه، والرقيق كاع هو 22 2.2 هو هذا اللي في يدي دابا. دونك هادو الصبابط ديال التراسي. وعندي واحد الصباط هنا هو اللي بغيتكم يكون عندكم، يعني من الحويجات اللي غادي يكونوا عندكم، لانه دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم كاملكم
مهوالين على شي حوايج مستقبليه، وغاديين كاملكم، كل وحده عندها افكارها وكل وحده عندها طموح وكل وحده عندها شنو بغات تخدم. كاين شي مسائل اللي تقدري تخدميهم بيدك، كاين شي مسائل اللي ضروري ماتيريال اللي يعاونك. هذا البنات تيتسمى صباط غولات، صباط الرولات، فيه واحد الجراره هنا لتحت فين انا كنغطيها بصبعي. هاد الجراره كتعاوننا الا كنا كنخدمو الغلط، يعني ملي كندير مثلا بغيت نكفف السروال ديال الجيم والجيم توب ديالو غليظ، ملي كنطويه طويه على طويه كيولي كيعطيني التوب على ثلاثه. دونك هذاك التوب على ثلاثه تتكون واحد ليبيسور كبيره، ملي كتكون خدام حتى كتوصل دوك الخياطات اللي ديجا كاينين في الجين، ما عنديش حتى باش نشرح لكم هنا، ولكن غادي تفهموني. يعني كنهضر مثلا هذا هو الجين، هذه هي خياطه الجلد ديال الجين، كنتم جاي هنا عندي التوب ثلاثه على ثلاثه، باغون مطوي على ثلاثه، طويه في الطويه، يعني ثلاثه ديال لي زيبيسور، ثلاثه ديال الكوشات، ثلاثه ديال الطبقات ديال التوب. كنوصلوا هنا ديجا مخيط التوب هنا، يعني هاد البلاصه اللي مخيطه كتزاد كيوليو سته ديال الطبقات. هنا يقدر يحبس ليك، تقطع ليك الماكينه اولا تسوطي ليك اولا ما تبغي كاع باقي دوز هذيك البلاصه. دونك هنا كنستعملوا هاد الصباط هذا ديال الغولات، الغولات كيعاون باش يجر التوب. وهذا بالنسبه للتطبيق، يعني التطبيق غادي ندير لكم درس خاص بهم. هذا كي قلت لكم صباط ديال الغولات كيعاون في الغلط وكيعاون في الجين وكيعاون في بزاف ديال الحوايج الغلط. انا كنديرو حتى الاخوات اللي كنسجلوا لهم، يعني باش يتصور لهم. عندنا الصباط ديال لي فرونس هو هذا، كتكون فيه واحد لابلاك وتيكون فيه واحد الفيس دخلاني، وهذا الفيس غادي نوريكم الدور ديالو ان شاء الله في التطبيق. وعندنا الصباط ديال السلسله تيكون فرده، وباقي غنجيب لكم الصباط ديال السلسله لانفيزيبل، هي راه ممكن نخدم بهذا ولكن غنجيب لكم الصباط ديال لانفيزيبل الفري. وعندنا الصباط ديال التراسن بجوج الارقام، هما اللي لقيت في المحل وكون عندي الوقت، يعني كل ما خفت نجي لكم معطل وكون قلبت على بزاف ديال الصباط. هادو ديال التراسن، كاينه 2.2 اللي هي 22 هو هذا، وهذا 18 1.8. وعندنا الصباط العادي اللي كنخدمو به دائما هو هذا. دونك هادو انواع الصباط اللي لقيتهم حاليا، وما راه كاينين صباط اخرين ان شاء الله حتى نعاود ناخذ